أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور، معكم أنا ماجد 316 لتقديم الملخص لهذا الأسبوع. فبسم الله نبدأ. إيجابيات على الدرو: تحديد عدد من المباريات للراسلمانيا، ظهور جون سينا المفاجئ للجميع، نجاح فقرة الافتتاح وفقرة الحدث الرئيسي للعرض. إيجابيات على سماك داون: استكمال عداوة لقب الولايات بين راندي أورتن وبوبي رود، بدء عداوة روسف وشينسكي ناكامورا خلف الكواليس، ظهور سامي زين بشكل قوي وتختيمه للعرض. سلبيات على الدرو: عدم وضوح منافسين البار على ألقاب الفرق، غياب بطل الكون الوحش بروك ليزنر عن العرض. سلبيات عرض سماك داون: الافتتاح الضعيف جدا للعرض، غياب كل من الأوسوز والنيو داي عن العرض. ولمعرفة النتائج الرجاء الاستماع لبرامجنا الساوند كلاود والآيتونز، وهي هروج رو وهروج سماك داون. لقطة الأسبوع من عرض الرو: أفضل لقطة لعرض الرو هذا الأسبوع هي لقطة إعلان مات هاردي عن مباراة الهاردي كامباوند لأول مرة على حلبات WWE. لقطة الأسبوع من عرض سماك داون: أفضل لقطة لعرض سماك داون هذا الأسبوع هي لقطة تنفيذ سامي زين للحل هو كيك على كيفن أوين. أفضل برومو لعرض رو: أفضل برومو لعرض الرو هذا الأسبوع هو برومو الحدث الرئيسي للعرض بين بول هيمن ورومان رينز بسبب الواقعية الكبيرة في البروم. أفضل برومو لعرض سماك داون: أفضل برومو لعرض سماك داون هذا الأسبوع هو برومو الأي جي ستايلز ودولف زيجلر بسبب إبداع الاثنين في البرومو. أفضل فريق لهذا الأسبوع: أفضل فريق لهذا الأسبوع هو فريق البار بسبب إبداعهم الكبير في عرض الرو. أفضل مصارع لهذا الأسبوع: أفضل مصارع لهذا الأسبوع هو بكل تأكيد سامي زين بسبب تألقه اللافت في عرض سماك داون. أفضل مباراة لهذا الأسبوع: أفضل مباراة لهذا الأسبوع هي مباراة الحدث الرئيسي لعرض سماك داون بين بارون كوربن، دولف زيجلر، كيفن أوينز، أي جي ستايلز وسامي زين. تعليقات المتابعين: التعليق الأول من محمد رولينز: توقع حدوث مباراة بين ذمز فان بالر وسيث رولينز على لقب القارات وفوز سيث رولينز باللقب وعودته إلى الواجهة. التعليق الثاني من انفاتو: اتوقع تدخل اندرتيكر على جون سينا في فاست ليك. التعليق الثالث من امجد حمد: توقع تحديد مباراة بين روندا راوزي وكيرت انجل ضد ستيفاني مكمان وتريبل اتش في راسلمانيا 34. الى هنا نصل لنهاية الملخص لهذا الاسبوع. شكرا لكم المتابعة، دمتم في ويك.